عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله نفصل معاكم واحد البوني لذاك البينوار اللي فصلت معاكم. انا فصلت معاكم بينوار قصير بالبودي والسروال، وما هاد البقايا اللي بقاو لي غادي نفصل لها، غادي ندير لها بوني. دابا ان شاء الله هنا عندي جوج طراف، انا دايره طرف فوق طرف، هنا قديتو غنجي لهنايا للدوره ديال الراس، نعبرها ونحط هنا العبار، نحط 31، ندي هنا 31، ها هي. وفي العرض غندير 26، ها هي جاتني هنايا. هنايا حتى هنايا غنهبط 31، من هاد الجهة 31، من هاد الجهة 31، والعرض نديرو 26، 26. صافي، هذا هو البوني ديالنا، راه ساهل هكا. هاد البقايا اللي كيبقاو هنا نحاول ندور هاد البلاصه هادي، نجيبها دايره. صافي، هذا هو البوني ديالنا، غادي نشدو غادي نخيطو من هنايا فهاد البلاصه هادي، غادي ندير لاستيك هنايا، من هنا ندير لاستيك، ومن هنايا غادي نخلي واحد الفتيحه واحد جوج سنتيم من هاد البلاصه هادي، وغادي ندير لها واحد الباندا ونجمعها من هنايا. غندير الباندا من هاد التوب ديال البودي والسروال هذا، منو غادي ندير باندا، اشدتو هذوك البقايا اللي بقاو لي من البودي والسروال حتى هما غادي نصاوب بيهم. نقاد هاد الطريف هذا، ندير في العرض ديالو، ها هو طاوي على جوج، ندير في العرض، ندير 7 سنتيم بالخياطه، صافي هكايا. وغادي نخيطها من هنا، وغادي نقاد هكا، غتجي على هاد الطريقه، وغادي نشد بها هنايا البوني ديالي. صافي، هذا هو البوني ديالي، وغندير له في الدوره هنايا، الدوره اللي غتكون من جهه الوجه، غندير لها هاد الدونطيل من هذا، غندوزو له هكا في الوجه ديالو. من هاد البقايا اللي بقاو لي غادي نقاد منهم، غندير واحد 4 سنتيم فيها، غنقسم هذه على جوج، 4 ولا 3 سنتيم، حيت تكون غير بحال الدونطيل جايه في دايره في الجناب، غنفيني بها داك الدوره ديال البوني. صافي، هنايا غادي ندوروها لها هنايا في الوجه، في الدوره هذه ديال. دابا غندوزو للخياطه، هنا غادي نخيطو البوني، غادي نبداو الخياطه ديالنا من هنا، ندورو ها، نجيو لهنا نحبسو، غنخلي هنايا واحد 3 سنتيم فين نحشي داك الباندا اللي غندير في البوني، ونرجع نخيط عاود هادي. هنايا غادي ندوز بالسورجي، ندير لها السورجي، ونصاوب لها داك الدونطيل اللي غندير لها من هنا في البلوماري، غنخلي هاد البلاصه محلوله نصاوب الدونطيل، عاد نسدها من هنايا، نجيب داك القطع ديال الدونطيل غنلاقي وحده مع وحده، نخيط وحده مع وحده، ندير الوجه عند الوجه، وغادي نجي لهنا. هذا هو القفه ديال البوني، هذا قفاه، هذا وجهه،
وهذه المبرة غنديرو الوجه المبرة عند الكفة ديال البوني، وباش من غنجيو نفينو غنفينيو من هنا من الداخل، نعاودو عليه بالخياط. دابا ندوز نخيط بعدا. من نجي نخيط نجبد هاد الباندا هادي نتيريها شويه باش يجيني مجموع من الجهه ديال الفتحه ديال البونه، يجي مجموع ما يجيش محلول. شفتو كيجي هكا مجموع. دابا غادي نطويه هنايا، هذا هو الوجه ديال البوني. غادي نجيبو هاد القطعه هذا الشريط، غادي نطويه هكا واحد نص سنتيم ونوليو نطويه هكايا باش يجينا فيني من هنا. دابا غندوز نصاوب لا سورجي من الداخل وندير له لاستيك باش يتجمع من هاد الجهه لهاد الجهه هادي، ومن هنا غندير له داك الباند. دابا غادي ندير لاستيك فهاد البلاصه هادي، غندير حد هنايا حد لهنا غندير لاستيك. كيتجمع غنجي لهاد البلاصة هادي، غادي نسدها غنخلي هنايا واحد الفتيحة صغيرة. هنا قيد داك الباندا اللي غندير في هدا في البوني، نقلبها هكا، غنجيب هاد الخياطة نديرها هكا في النص هنايا ما تكونش الخياطة، غادي نجي غادي نحشيها في هاد جوج سنتيم اللي خليت هنا. وغادي نقلبها باش تجيني الخياطة في الكفة، ندوز عليها بالماكينة. دابا غادي نقلبو هكا، هذا هو البوني ديالنا، يجي على هاد الشكل. هنايا هاد الخياطة هادي رتقوها من الداخل هكايا من هنايا، ونثبتوها مع هاد الباندا باش ما تبقاش تحرك لنا. هاد جوج سنتيم اللي خليت نجيبها ونخيطها هنايا بالماكينه، ولا يمكن لكم تخيطوها غير بيديكم الابرة والخيط، انا غنخيطها بالماكينه. هذا هو البوني ديالنا، فكيجي زويون غيمشي مع البينوار ديالو، البودي والسروال. هاد التشكيل راه ساهل.